أسبوع واحد بيفصلنا عن الحلقة الأولى لهالموسم من سيلبريتي دويتس، واليوم رح ناخذ كل التفاصيل من أنابيلا هلال اللي موجودة معنا. هاي أنابيلا. هاي رانيا، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. هاي ألبير، مشتاقين لكم. بلوك نهار اليوم أنت عنا. بلوك نهار اليوم، نهار الأحد. سبور جايين. وأكيد رح بنبلش الموسم مثل العادة بكل هيك حماس ومع ضيوف جداد ناطرينهم. كيف هيك توقعاتك أول شيء لهالموسم؟ ليك هيدا الموسم رح يكون عن جد مختلف وعنده نكهة خاصة. إكيب العمل تبع سيلبريتي دويتس من سنة الماضي لليوم عم يشتغلوا بحماس وبجهد كتير كبير. أولا المنتجة ناي نفاع يلي كتير عم تشتغل وتعطي فعلا شغل مميز، المخرج كاميل تانيوس يلي كمان عنده إخراج وبروفيسيونال كتير بشغله يلي كمان عم يعطي من قلبه كرمال هالعمل، و180 شخص عم يشتغلوا بالنهاية مع سيلبريتي دويتس حتى يطلع نمبر 1 هالسنة. ومنوجه لهم كلهم تحية ويعطيكم كلكم ألف عافية، لأن هالشي بياخد جهد كتير كبير. أي متى قبل تشارك؟ اي متى بدي شارك؟ هلا كنت عم بقول انا وياك سوا. هلا كنت عم بقول انا بالكوليس سمعت صوته لالبير، بجنن صوته، صوت رائع كله بجنن. عشان لالبير ليه ما قدمت هالسنه لالبير؟ انا بلا شو المختلف عندك السنه؟ يعني اوكي اول موسم كان الناس شهدته تبعته، اذا عبالك تقدمي شيء جديد او تغيري شوي، شو عبالك كنت تعملي هالسنه وشو رح تقدمي؟ ليك صراحه كل مره بقدم بروجرام بحس حالي انه وصلت على البروجرام يلي انا بدي اياه، اللي انا بطمح له. فمشان هيك انا هلا بسليبرتي دويتس من سنه الماضي عم بحس انه هيدا البرنامج اذا ممكن يكون عندي خيار اقدم شيء غيره بنفس الوقت ما كنت رح اختار غيره، لانه سليبرتي دويتس برنامج راقي جدا، برنامج مهضوم بيدخل لقلوب العالم ولبيوت العالم بشكل راقي وبشكل مهذب من دون ابتزال، من دون ما يجرح مشاعر حدا بشكل مهضوم. وما فينا ننسى كمان الهدف الانساني من وراء سليبرتي دويتس. بسليبرتي المشتركين بيتصرفوا بشكل عفوي، لجنة التحكيم صحيح بتعطي انتقاداتها والكومنتس سبولاتها بس كمان بطريقة تكون مهذبة بيلبق للشاشات اللبنانية، ما بيستعمل أسلوب آخر لاستقطاب المشاهدين. فمشان هيك سيلبريتي دويتس الهدف مساعدة الجمعيات الإنسانية والخيرية يلي ما كتير عم نضوى عليها. فمشان هيك المشتركين من مختلف المجالات، من مختلف الاختصاصات، من مختلف المواهب، بغض النظر إذا صوتهم حلو يما لا، رح يجوا كمان من مختلف كمان البلدان العربية تيشاركوا بسليبريتي دويتس. أكيد يعني هي منا مسابقة غنى أكثر ما هي مسابقة لعن جد يكون في هدف إنساني للموضوع. بس خليني أقول شغلة أنا بلو، أكيد أنت بتعشيها دائما، إنه العمل مع المشاهير أوقات في عنده صعوبة، يعني كل شخص عنده كمان هيك مزاجيته شوي، كل شخص عنده أشياء بفضلها، أشياء ما بحبها كثير، يعني قد إيه بيكون في رح نقول كيمستري بين المشتركين كلهم، وقد ايه انت كمان دورك حتى باللايفات اللي نحن بنعرف انه فيهم ستريس كثير كثير عالي، ممكن تقدر تخففي او تكوني هيك موجوده بيناتهم لحتى يضل الجو العام حلو؟ ضحكت مبين. لانه يعني بسؤالك سالت لعده مجالات، اولا التعامل مع المشاهير، يعني الشخص المشهور بمجاله سواء ممثل يما كمان سياسي يما حيلا مجال، المعاملة اللي بدها تكون على الهواء بدها تكون معاملة انه نقدر نريحه، وبالوقت ذاته الضغط يلي موجود كمان على البريزنتر وعلى كل الاكيب. يعني بدي خبرك شغله رانيا، انه البرنامج مش بس يلي نحن عم نشوفه امامنا على الشاشه، أكيد. هو فريق عمل عن جد كثير كبير، الاستريس عم بيكون للكل، لكن الفرق بين المشهور ويلي امام الكاميرا وورا الكاميرا انه بيكون الشخص المشهور تحت الضغط بده يهتم بشكله، بده يهتم بمنظره، بده يهتم بأقل التفاصيل اللي بدهم يطلعوا على الهواء، وكمان انه بدهم يضلوا مركزين تيقدروا يربحوا ويوصلوا ويقطعوا مراحل كثيره. وفي رماركات اوقات ملاحظات البير بتكون مزعجه، يعني هالشخص اللي عنده هالصوره وهالشهره ما بعرف قد ايه كمان ما فينا ننكر هون دور السوشيال ميديا قد ايه عم تلعب دور بهال برامج. يعني البرنامج اللي مش مواكب السوشيال ميديا في مشكله بيكون عليه. يعني مرات كومنتس السوشيال ميديا بيوجعوا اكثر من كومنتس لجنه الحكم. صح، بس هون بيصير في مواجهه لايف بين المشترك ولجنه التحكيم. لجنه التحكيم فيها تجديد السنه كمان. مزبوط. اسامه رحباني موجود معنا، منى ابو حمزه وسيمو اسمر
يعني نوع كمباك على التي في. فأنا كثير مبسوطة إنه هالسنة أكيد لجنة السابقة لسليبرتي دويتس كانت لجنة كمان محترمة ومهضومة، وهالتغيير اللي صار أنا مبسوطة فيه لأنه أول مرة بوقف أمام مخرج سيمو أسمر. أول شغلة عملتها بحياة أول برنامج الأستاذ سيمو أسمر كان هو المخرج، وكنت دائما أسمع تعليقاته على الإيربيس، فاليوم أنا رح أكون موجودة وجها لوجه أمام هالمخرج العظيم اللي بيعتبر وعنده تاريخ راقي بعالم الإخراج، الإعلامية منى أبو حمزة يلي كمان دايماً بتعطي نكهة خاصة وجمالة وتعليقاتها بينطروها العالم كتير ولح تضيف أكيد جميل ورونق للبرنامج، وأسامة الرحباني يلي كمان تعليقاته عم بتكون كتير إن شاء الله ما يقسى كتير عليهم إن شاء الله ما يقسى أسامة يعني ما بيحسب حسابات بيقول كل شيء دغري بس بتعرفي إنه أسامة من وراء تعليقاته كتار من المشتركين أخذون بعين الاعتبار حتى يلي استعملوا هالموهبة يلي قدروا يحسنوا شوي من صوتهم أخذوا بعين الاعتبار ملاحظات أسامة، لأنه أسامة بيحكي بالشكل، بيحكي بطريقة الوقفة على المسرح، بالصوت، بكل شيء يعني، ومعلوماتهم فعلا بتكون بالنقاء مش عن انتقاد بس يعني بالنتيجة هي the professional بعالم الموسيقى صح. ولو ما حدين شوي انتقاداته ما كان حدا نشتغل على الاشياء اللي لازم يشتغل عليها. كمان النجوم يلي اطلقوا اسامه الرحباني مثل هبه طواجي يعني اكيد هذا شرف لنا. نحن رح نتابع حديثنا نحن وياك المهضوم وناخذ شويه هيك اسرار وراء الكواليس، بس خلينا نشوف البرومو قبل ما نكمل. حبيتوها للدعاية؟ تجنني مع أنه الدعاية الفكرة تبعيتها أنه أنا من وراء يلي عم بيوزع الكروت الدعوات للمشتركين وبعدين شفنا الدعوات لمين عم تتوزع وكيف كل حدا عم يتلقى هالدعوة وبأي حماس. أيها أكثر دعاية حبيتوها تبع أي مشترك؟ نحن لازم نسألك على أي مشترك محمسة أكثر؟ ليك صراحة كلهم متحمست لهم فعلا، بس يلي رح يكون هيك يمكن رح يقلب المعايير كلها بتخيل النائب مصباح الأحدب. أولا لأنه السياسي عم بيطلع بغير منظار، عم بيطلع بغير أسلوب، عم بيعطي عن جد، عم يتجرأ، وكمان عم بيكون متواضع أنه يعطي أنه أنا سياسي فعلا بس أنا بحاجة كمان لأصواتكم. هذا شيء كتير حلو أنه نكون نحن بهالوعي الكامل أنه السياسي بده يكون مقرب من الناس. حلو، هيدي مصغر عن الانتخابات معناتها هون شو قولك؟ يمكن أنا بلا خبرينا هيك شوية أشياء ممكن تصير. نحن بنعرف إنه برنامج مباشر، المباشر صعب بهالكم الهائل من الأشخاص اللي عم يشتغلوا بالبرنامج والمشتركين. شو بيصير أوقات هيك أشياء ممكن تكون صعبة على الهواء تقدر أنت تخلص من الأشياء اللي صاروا السنة الماضية؟ انه مثلا ممكن الاير بيس تكون خالصه البطاريه تبعيتها وما عم بسمع، انا بعدني مكمله بالهواء وعم بحكي وعادي. بس ما بيكون ستيف عنا لا على سلامتك ستيف. كمان اللي ممكن يصير انه ينخزق الفستان، ينخزق التوب، يكون على الهواء، صاير ينكسر الكعب. ايه يعني كثير هيدا الشيء. بس انت عندك ستيل، انا بلا انه كثير سبونتاني يعني يعني كانه ما في شيء سكريبت قدامي، كانه حتى اذا في سكريبت رح تقوليهم بطريقه انه هيدي طريقتك الخاصه واسلوبك الخاص، يعني كانه عم بيطلعوا هيك. بتعرف البير انا في شغله انه فعلا مثل ما انا بالحياه العاديه مثل ما انا على البرنامج ما بنكر انه في بانيك لانه في مسؤوليه بالاخر، ما في اطلع واحكي عشوائيا بلا ما اكون عارفه شو بدي اقول، شو بدي قديم، خاصة لما يكون عندنا مشتركين بهالمواهب وهالنجومية اللي موجودين بهالموسم وأمام لجنة التحكيم وأمام مشاهدي الام تي في اللي دايما يعني إذا بدنا نبقى مع بس مشاهدي الام تي في بدنا نكون عن جد على قد المسؤولية إنه نقدم لهم أحلى شيء وأرتب شيء وأرقى شيء، فمشان هيك
دائما بعتمد انه جرب ما اتلبك، ضلني مسيطره شوي على الاجواء، بس ما بنكر انه الخوف بيكون كمان موجود. بس هيدي شغله منيحه، يعني هيدا اللي بنقول عنه ستريس الايجابي اوقات لحتى يخلي هالشخص دائما يعطي من قلبه ويضل بده يعطي الافضل. ذكرت السوشيال ميديا، ما علقنا كثير لانه حضرتك من الاشخاص اللي كثير ناشطين على السوشيال ميديا. ديجا هلا صار عندك كذا بوست من الاستوديو من الاي، طلعت لايف قبلنا. مظبوط 100%. بتعرف لانه بعرف كثار بيكونوا متحمسين ومنهم موجودين هلا ببيوتهم تيقدروا يحضروا الحلقه، فتما عزمهم يحضروا الريران. فين يحضرونا لايف على الابلكيشن؟ فين يحضروا اللايف عندك كمان؟ بس التفاعل مع الفانز او مع متابعينك على السوشيال ميديا مهم، وكمان بفتكر بيزيد اكثر بموسم سيلبريتي دويتس. إيه كيف بيصير العمل على هالموضوع وكيف بتلحقي يعني؟ والله عليك وهلا الاربع اولاد الله يخلي لك اياهم، رح نحكي عنهم كمان. ليك السوشيال ميديا صارت بحسها انا واجب اكثر من انه بس وقت الفري تايم فيك تطلع السوشيال ميديا. بحس انه لازم العالم تشاركني بكل لحظة عم بطلع فيها على التلفزيون، خاصة ما عم بحكي على حياتي الخاصة أو مع عائلتي. بس واحد يطلع على التيفي ولازم يكون على تواصل مع الفانز، وحتى في كثير مرات الفانز بيقولوا لي انا بلا اشتقنا لك وعينك، مش بس اشتقنا لك، بس ليه ما بتقولي له هيك لهيدا المشترك، ليه ما بتسالي هذا السؤال؟ وعلما انه كل ما اطلع واعمل انترفيو مع ستارز بطلب من الفانز او حتى من الفولورز انه يسالوه هن الاسئله تنقل لهم اياه للستار. يعني هذا الشيء بفتكر حلو التواصل مع العالم، وانا من الاشخاص اللي بحب اتواصل كثير مع العالم واسمع تعليقاتهم، بس تكون التعليقات المهذبه والبناءه، لانه يمكن بحياتي كثير بكون في عندي كومنت كثير بسمع تعليقات، لكن صرت اعرف ميز بين التعليقات اللي فعلا هي لمصلحتي ويلي نابعة عن مهنية وعن عن نصيحة بتكون مرات كتير بتفيدني، ولكن في كمان بالمقابل على السوشيال ميديا تعليقات بتكون سيئة. مش بمحلها وبتكون فيك كومنتس، فمش هيك هيدي السوشيال ميديا بتخليك تقدري تميزي بين هدول الكومنتس البوزيتيف والنيجاتيف، والنيجاتيف يلي بالوقت ذاته بتكون وما بيأثر فيك ابدا ابدا ابدا. انا بلا يعني يور بيوتيفول بريزنتر، كنت معرضة ازياء واشتركت بمس لبنان ومعروفه لهالوجه الحلوه، ومسابة انه كمان جوزك هو طبيب جراح. عندك اربع اولاد تجميلي عفوا، عندك اربع اولاد، في بنت بيناتهم ما هيك؟ بنتين وصبيان. كيف يعني كيف رح تقدري او كيف برايك رح يتعاطوا البنات خاصه انه مام سيلبرتي، مام حلوه كثير وباب بيشتغل تجميل، انه هل طبعا الجمال له اهميته، بس كيف هيك كمان يكبروا ويكونوا معودين على او قادرين يقاوموا العالم بطريقته بتعرف شغله هلا يعني هيك تجادج على كل يعني تجادج كل شيء على الشكل، مرات في اشياء ثانيه كمان. انا بدي اعلق على موضوع انه صحيح دكتور نادر صعب مجاله تحيه زوجك وهو من اهم جراحي التجميل واطباء التجميل، بس كمان ما فينا ننكر انه انا بيلا بعدها بشكلها الطبيعي اللي عرفناه وبعده نفسه من اول ما بلشت تصير معروفه لليوم، يعني كمان هيدي الشغله اللي بتاثر بعض بيتهموني كمان. بس على كل الاحوال يعني نادر شغله بعالم التجميل هو دائما المحافظه على الجمال الطبيعي. مزبوط. يعني سر نجاحه هو لما يقول لا مطرح ما لازم يقول لا، ويقول نعم مطرح ما لازم يقول نعم، فيمكن هيدا الشغل الطبيعي بيكون هو اللي عم بيقدر يوصل الاشخاص. وانا كمان بمهنتي على التي في كل ما اكون طبيعيه وكل ما اكون انا مرتاحه وريح المشاهدين. بس نرجع لسؤال البير كرمال الاولاد، على فكره ابني هلا عرف انه كنت مس لبنان من المدرسه تبعيته، قالوا له يور مام واز مس لبنان. بلش يصير عندهم ادراك انه مام إيه معروفه، مام بتشتغل بالاعلام. مزبوط، يعني هلا على عمر 6 سنين 7 سنين بصيروا شوي يفهموا اكثر بالسوشيال ميديا. وبنتي هلا عم بتطلبنا انستغرام. يلا لا في كثير عملوها فكرت فيها، بس بعتبر انا الشهره هو خيار، ما في انا هلا طالما بعدهم مش بوعيهم الكامل وما بعد ما صاروا ادولت انه يدخلوا عالم الشهره، ما بحب اجبرهم على شيء او بحطهم تحت الامر الواقع. نحن بدنا نقول لك ثانك يو
خلص الانترفيو خلص الانترفيو مهضومه مر الوقت بسرعه انا فينا نكمل لايف عندي اذا بدك على الانستغرام بس هنقول لمشاهدي الام تي في انه اكيد الاسبوع الجاي بس نحكي بس بشكل سريع جدا على ضيوفنا يلي رح يكونوا بسليبرتي دويتس نكست ساندي اكيد فارس الاغنيه العربيه عاصي الحلاني يلي رح ينور مسرحنا ورح يكون نجم اول حلقه وكمان ساره الهاني النجمه يلي كمان كلنا بنحبها مارك حاتم وادهم نابلسي كمان كثير سعيدين انه رح يزينوا اول حلقه من سليبرتي دويتس نعم شكرا رح نتابع لكن سليبرتي دويتس نيكست ويك اكيد على الام تي في مينوال ثانك يو فيري ماتش ثانك يو بون ديماش للكل باي باي باي